جيت لشوف موكلي قبل المرافعة. ما صار شي سيء مو هيك الياس؟ لا أنا بخير. أنا ما شفت هيك شي أبدا، حتى أنا ما قدرت أعرف شو هي تهمتك على المزبوط. هن بيعرفوا بشو رح يتهموني تمام المعرفة. اجينا على المحكمة، شو بدك أكتر من هيك؟ ما عم صدق إنه عندهم شي ضدك. يا ترى أنت قدرت تاخد انطباع من خلال التحقيق؟ انطباع، الانطباع اللي أخدته أنا مستحيل أطلع من هون. الياس بترجاك لا تقول هيك شغلات. صح، مو أنا وعدتك إنه رح نطلع بعطلة؟ لا تعامليني معاملة رجال ما رح يوفي بوعده. الظروف واضحة. لا تواخذني أبدا، أول ما تطلع منروح على المطار مباشرة. أخي إجا لهون؟ إيه أخوك هون وأمك كمان. أمي؟ وشو عم تعمل هون؟ لياس نحن عم نحكي عن أمك، قررت تجي فجأة، ما حدا بيقدر يقول لها ما فيك تروحي، صح؟ أنا كنت قلت لها. على كلين خضر أزقور حبيبتي لياس، منحكي معها بأمل شوي، شو رأيك؟ وما هيك لا تتأملي شي اليوم يا أمي، لأنه ما حيطلع اليوم. بأي يوم رح يطالعوا؟ بشي يوم. بسجن قد ما سجن أبوه أو قد ما سجن أخوه؟ قل لي هالشي من الأول. كل واحد له فترة محددة أمي، هاي معاناة، وبالتأكيد وقت بتنتهي هاي المعاناة وقتها حيطلع. يا خضر طالعت حكمك قبل ما يروح الياس على المرافعة. خديجة لو ما طلع الحكم فعلا نحن شو عم نعمل هون؟ حدا طلع من المحكمة قبل هلأ؟ أنا ما شفت حدا طلع من المحكمة بهالسرعة هاي. شو عم يقول الخال خديجة؟ قال رح يعتقلو. وهذا رأيي. شو يعني هذا رأيك؟ بلا هالحكي. أكيد ما بتمنى، بس يعني لا جوا ولا برا كمان. عمي جاي. بعد إذنك بيحكي مع عيلته وعلى الواقف كمان، وشكراً لأنك ما حطيت له الكلبشات قبل المرافعة. طبعاً يا أستاذة، بس رح كلبشه بعد ما يطلع.